المحور: آداب الطريق. اسم الدرس: الأخلاق والآداب في الطريق. مرحباً أصدقائي الصغار، هيا نتعرف على آداب الطريق. هل تعلمون يا أطفالي أن الطريق من المرافق العمومية؟ بمعنى أنه ملك للناس جميعاً، وكل فرد منا له الحق في استعمال الطريق ليبلغ حاجته، مثل الوصول إلى البيت، المدرسة، المسجد، الحديقة. هيا معا نتعرف على آداب الطريق. أولا، عدم لعب الكرة في وسط الطريق. ثانيا، عدم السير جماعات بشكل تجمهري يعطل حركة السير. ثالثاً، عدم اصطحاب كلاب أو حيوانات مفترسة ترهب المارة. رابعاً، عدم الأكل في الشارع وإلقاء مخلفات الطعام. خامساً، عدم إصدار الأصوات المزعجة والألفاظ النابية. سادساً، إلقاء السلام على من عرفت وترد التحية بأحسن منها. التمارين: أولاً، أتمعن في الصور جيداً وأقرر هل هذا سلوك سليم أم سلوك غير سليم. الصورة الأولى: جيران الحي يرمون الفضلات في الطريق. الصورة الثانية: الطفل يتجول مع الكلاب دون رباط. الصورة الثالثة: الطفلان يرميان الفضلات في سلة المهملات. أحسنتم أيها الأطفال، الإجابة هي: جيران الحي يرمون الفضلات في الطريق هو تصرف غير سليم. الطفل يتجول مع الكلاب دون رباط هو تصرف غير سليم. الطفلان يرميان الفضلات في سلة المهملات هو تصرف سليم. ثانياً، أكمل الفراغ بما يناسب. أحمد كلما دخل المدرسة أو خرج منها ألقى على زملائه. بهذا التصرف أحمد طبق أحد قواعد آداب أحسنتم أحبتي الصغار، هكذا تكون الإجابة: أحمد كلما دخل المدرسة أو خرج منها ألقى التحية على زملائه. بهذا التصرف أحمد طبق أحد قواعد آداب الطريق. أنشودة آداب الطريق: في كنف الأمن والأمان سر بهدوء على الرصيف، واقصد في المشي وتأدب أيها الطفل اللطيف. إشارة المرور تحمي كل مستعمل الطريق، لا تتجاوزها واحترمها، فهي أمنك يا صديق. راقب واحذر المعبد منتبها في كل حين، واعبره بفطنة وسر على ممر الراجلين. إن كنت راكبا دراجة احترم كل القوانين، اسلك مسارك بمهارة والتزم أقصى اليمين.